حضرتك بالنسبة للبث الفضائي طبعا دي تعتبر يعني حاجة جميلة جدا وحاجة مفيدة جدا، ودي أول مرة تحدث في تاريخ الكرة المصرية في الممتاز به، ودي هتعود بفايدة كبيرة جدا على أندية القسم الثاني، وما هيبقاش قسم ثاني، ده يعتبر قسم أول زي الممتاز بالظبط، ومباراة تبقى مشاهدة وهتبقى فيها متعة وفيها إثارة وفيها استوديوهات تحليلية، ودي هتدي حافز كبير للاعيبه انها تتالق، وبرضه هيبقى في اكتشاف للاعيبه كويسه في الممتاز بانها تلعب في الممتاز الف، وتبقى في سماسره حواليهم وفي وكلاء لعيبه، فبرضه هيدي نديه ويدي حافز كبير، بالاضافه طبعا للمردود المادي اللي هو هيعود على الانديه اللي بتاعت الممتاز، بان هي طبعا الانديه تعتبر امكانيات الماديه فيها ضعيفه. باذن الله ربنا يكرم، باذن الله ان شاء الله السنه دي يكون فتحه خير علينا ان شاء الله، باذن الله على كل لعيبه وعلى كل محافظه سوهاج واهل سوهاج باذن الله يا رب. بالنسبه للموضوع البث الفضائي فطبعا ده خير، ده خير كتير طبعا وخير كبير بالنسبه للعيبه وعمليه التسويق بتاعتهم، وبالنسبه للعيبه هيكون ليه اكبر، في انتشار اكتر وفي انتشار اكبر ليه على مستوى الدوري الممتاز به، وفي لعيبه برضه تستاهل تلعب في الممتاز الف برضه ومنتخبات وكله. اضافه كويسه للانديه خاصه الجماهيريه اللي امكانياتها قليله، هتساعدها في ان هي تجيب لعيبه كويسه، ان هي تصرف تبقى مصاريف كويسه للفرق، هتكون كمان داعم ليها قوي ان شاء الله بحيث تكمل المشوار بتاعها بتاع للصعود للدوري الممتاز. فيها افاده اللعبة، اللعبه تاخد حقوقها وتاخد في مستحقاتها في بدايه الموسم قبل الدوري ما يبتدي، فانا شايف ان موضوع البث ده حاجه كويسه للانديه اللي هي بتعاني من قله الموارد وكده والحاجات دي، فانا شايف ان دي خطوه كويسه صراحه من اتحاد الكوره ومن الشركه اللي هي خدت الممتاز بيه، حاجه اضافه صراحه للدوري الممتاز بيه.